الشعبيه. ده مش طبيعي. صباح الخير. صباح الخير يا عم ميلاد. وده مش طبيعي. ايوه البلالين، ايوه غزل البنات يا استاذ. ده مش طبيعي. ودي بقى اسمها مانجا. واو، جبتوا اكلها قبل كده؟ وده مش طبيعي. كل ده ما بقاش بعيد انه يحصل بسبب تغير المناخ. بس الاول، ايه هو تغير المناخ؟ ببساطه، تغير المناخ هو ان درجه الحراره بتزيد قوي وتقل قوي من كتر الانبعاثات اللي طلعت نتيجه تصرفنا الغلط على الكوكب، واللي بيغير درجات الحراره في الفصول المختلفه، وارتفاع منسوب الميه، حتى التربه نشفت واكلات بنحبها بتختفي. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بمشروعاتها وانجازاتها اللي بتحافظ على البيئه، محطات الطاقة الشمسية، وسائل النقل اللي بتقلل الانبعاثات. بدأنا ندور المخلفات ومعالجة المية علشان نعيد استخدامها، وطرق تانية كتير. دلوقتي جي دورك، ترجع الطبيعة لطبيعتها. اتحضر للأخضر، مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة. والسنة دي مصر بتستضيف الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP27.